عندي ماتش النهارده ضد نادي حدائق الاهرام. ايوه زي ما سمعته كده، اخترت الجوانت الاخضر عشان بصراحه وشه حلو عليا في الماتشات. اتحركت انا واخويا احمد خالد، تعالى اوريكم اللقطات. طبعا الرجال انا كنت مسجل في نادي الحدائق 2003، بس حصل لي مشكله في القيد فروحت العب بالتصفيات مع نادي كرداسه، وحاول الفتره الجايه ان شاء الله ارجع تاني نادي الحدائق. دي كانت كل اللقطات، اتمنى لو عجبتك تعمل لايك وتشترك في القناه، وان شاء الله هحاول انزل لكم تحديات الفتره الجايه وانزل لكم كل جديد عن حراس المرمى، وهحاول برضو الفتره الجايه انزل اختبارات واقول لكم المواعيد هتبقى امتى والانديه فين، وتابعوا معايا في كل جديد. مش عيب انك تلعب درجة رابعة، العيب انك تستسلم وتبطل تحلم وتسمع كلام الناس اللي بتعبطك. اوعى تتخلى عن حلمك بسبب كلام الناس، ما تخليش كلام الناس يأثر فيك او يحبطك، خلي عندك ثقة بنفسك واعرف ان الكل مجتهد نصيب، وكل ما بتسعى ربنا هيكرمك، وصدقني لو انت اجتهدت وقربت من ربنا هتوصل لحلمك وهتحقق هدفك.